المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة الجديدة. دائما الهمجنة الجسبة، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في الحنين، تكونوا ناشطين، وتكون الأمور ديالكم زينة وتمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة الجديدة. أكيد دائما الهمجنة. الوصفة ديال اليوم ولا الغوصة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بعلاج الشيب في اقل من ساعه، يعني وصفه غايه في الروعه ان شاء الله. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كنتو كثرت بزاف اللي طلبتو مني وصفات لعلاج الشيب مهما كانت الحده ديالو، سواء قليله او كثيره، نتخلصو منه ان شاء الله في اقل من ساعه واحده. فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الوصفه ديال اليوم بمكونات طبيعيه سهله مهله ورخيصة وفي متناول الجميع اهم شيء. فنتمنى تعجبكم ونتمنى ترضيكم. اكيد الى عجبتكم ما تنسوناش بالبيك لايك، تشاركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. جميع الروابط وجميع المواقع هما في الديسكريبشن بوكس او في لا بارافو او في صندوق الوصف. وايضا ما تنسوش تخليوا لنا تعليقاتكم، اقتراحاتكم، استفساراتكم والاسئله ديالكم، اللي اكيد اكيد كتزيد تشجعني على المزيد من تقدم والنجاح والعطاء والاستمراريه للقناه ديالي، اللي هي اكيد دائما الهم شنال. فوصفه اليوم سهله مهله، غتحتاجوا فيها بعض المكونات اللي تقريبا متوفره في كل بيت، يعني بالنسبه للزيوت الطبيعيه فاستعملت لكم بعض الزيوت. ضروري ومؤكد اننا نستعملوا الزيوت لانهم غزالين بزاف ورائعين لعلاج الشيب. فندوزوا دابا المكونات وطريقه التحضير وطريقه الاستعمال بلا ما نطول عليكم اكثر. فاول مكون غادي نحتاجوه، فسنحتاج الى الحناء، الخضراء المغربية اللي متوفرة عند العطار وعند العشاب فيما مشينا كنلقاو هاد الحنة رائعة جدا. بالنسبة لهاد الوصفة راها بالحنة المغربية، يعني ضروري ما نستعملو فيها الحنة. الناس اللي ما كيبغيوش الحنة في الوصفات لعلاج الشيب فأكيد على راسي وعينيا، غير هو نستعمل لكم إن شاء الله وصفات أخرى ونستعمل لكم مكونات أخرى إن شاء الله. اما هاد الوصفه غتكون بالحناء المغربيه تحت طلب بزاف السيدات بغاو الحناء. كاينين بعض السيدات ما كيبغوش الحناء وكاينين سيدات كيبغوا الحناء، فانا كنحاول نلبي له ماكسيموم ديال يعني الاشياء اللي كيبغيو، سواء اللي كتبغيو ولا اللي ما كتبغيوش. فاليوم بالحناء، وان شاء الله في وصفات اخرى نعمل لكم وصفات لعلاج الشيب ماشي بالحناء، تحت طلب الناس اللي ما تيبغيوش الحناء في الصبغات لعلاج الشيب. فكما قلت لكم غادي نحتاجوا في هذه الوصفه الحناء المغربيه الخضراء، وغادي نحتاجوا العصير الحامض، حتى هو مفيد جدا في علاج الشيب. يعني هاد جوج المكونات اساسيين ومتوفرين في كل بيت وفي كل منزل. وغادي نحتاجوا معهم زيوت طبيعيه، فسنحتاج الى زيت السالميه. هاد الزيت هذا راه ما خليت ما قلت لكم عليه، ديما كنذكروا لكم تقريبا في جميع وصفاتي كنقول لكم راه رائع جدا، راه كيعالج الشيب. فغنحتاجوا منه واحد ملعقتين. هاد الزيت الا ما كانش متوفر عند بعض السيدات وعندكم شيب فضروري البنات ما تمشيو تاخذوه، راه متوفر في المحلات التجاريه الكبرى كيف ما متوفر في الصيدليات وفي لي باراتارماسي وعند الناس المختصين في بيع الزيوت الطبيعيه بامتياز. فضروري البنات ما يكون عندكم هاد الزيت هذا، والثمن ديالو راه صدقوني جد مناسب. نقراو بعض الاستعمالات ديالو. فهو زيت لتدليك الساقين والرجلين والعضلات، مضاد للتجاعيد والتعرق، مطهر وملين، ركزوا معي على كلمة ملين، مقوي للبشرة، قناع للبشرة الدهنية، وزيت للعناية وصيانة الشعر. وملين اكيد راه يعني ما كيخليش الشيب نهائيا، يعني كيصبغوا لينا، فضروري ما تحتاجوا هذا الزيت اللي هو زيت السالميه. ايضا سنحتاج الى زيت الحبه السوداء، حتى هو كنستعملو بكثره لانه رائع جدا وعنده بزاف ديال الفوائد وبزاف ديال المزايا. بالنسبه للفوائد، زيت الحبه السوداء ولا حبه البركه مضاد للحساسيه، مضاد للفطريات والبكتيريا، مضاد للسرطان، يخفض نسبه الكوليسترول والسكري في الدم، يرفع المناعه في الجسم، ينشط خلايا الجسم ويحميها من تاثيرات الفيروسات، مفيد لامراض الجهاز التنفسي، يزيد في ادرار الحليب للمرضعات، مقوي للقدرات الجنسيه، يغذي الشعر ويقويه ويمنع تساقطه. يعني ماشي غير لعلاج الشيب فقط، وانما لعلاج الشيب، وايضا كيمنع تساقط ديال الشعر
وكيقوي الشعر وكيرطب الشعر في نفس الوقت، يعني عنده بزاف ديال المزايا وبزاف ديال الفوائد، سواء هو وزيت السالمية. يعني الا استعملناه في هذه الوصفة كنا متأكدين اننا ماشي غير غنعالجو الشيب فقط، وانما غنحصلوا على بزاف المزايا للشعر ديالنا. فهادو هما جوج ديال الزيوت اللي غادي نحتاجو، الا كانوا ما متوفرينش عندكم فضروري ما تاخدوهم، اللي هما زيت السالميه وزيت الحبه السوداء او زيت حبه البركه وعصير ليمون والحناء. ندوزو الان طريقه تحضير طريقه الاستعمال باش ما نطولش عليكم اكثر. فبسم الله على بركه الله، غادي ناخذ ملعقتين من الحنه. بالنسبه للحنه على حسب الطول والكثافه، خديت ملعقتين غير باش نشرح لكم الوصفه، ماشي يكون عندكم شعر طويل بزاف وتستعملوا ملعقتين فاكيد الوصفه راه ما غتنجحش. يعني انا فقط باش نوريكم الوصفه كيفاش كتخدم، اما نتوما راه عندكم ميزانكم دائما الطول والكثافه ديال الشعر كيبقى، يعني دائما المكونات كتبقى على الطول والكثافه ديال الشعر كما سبق لي وذكرت. غادي نزيد نضيف كميه من عصير الليمون، العصير الحامض، غادي ناخذ زيت الحبه السوداء ولا زيت حبه البركه، وناخذ ملعقه من زيت حبه البركه كما شفتوني وضعت، يعني ملعقه بالكامل من هذا الزيت، هذا راه رائع جدا. نحاول نزيد نضيف كميه قليله من الحنه، من بعد غناخدو زيت السالمية، وغناخدو حتى هو ملعقة منه، غادي نعاود نزيد نضيف كميه من الحنه باش الوصفه ما تبقاش عندي سائله يعني تولي عقده. والكميه دائما كتبقى على حسب الحاجه وكتبقى على حسب الطول والكثافه ديال كل سيده والشعر ديالها. لا عندكم شعر طويل وكثيف بزاف فاكيد خاصكم مكونات كثيره، يعني اللي غادي تقد الشعر ديالكم بالكامل باش تنجح الوصفه. الا عندكم شعر قصير وما كتيفش فاكيد الكميه خاصكم يعني تكون في المتوسط، ما تكونش كثيره بزاف وما تكونش قليله، وعينكم ميزانكم وابدعوا كما تشاؤون، واكيد راكم كتعرفوا الكميه اللي غتواتى مع الشعر ديالكم. فالوصفه بعد ما كتصبح بهذا الشكل هذا كما شفتوا راه عقده، ضروري ومؤكد البنات تكون الوصفه عقده ما تكونش جاريه، يعني تكون بهذا الشكل هذا. بعد ما كتصبح لينا بهذا الشكل كنطبقوها على كامل الشعر ديالنا من الاطراف الجذور او من الجذور للاطراف، ضروري ومؤكد اننا نستعملوا هذه الوصفه في كل الشعر ديالنا، يعني الشعر ديالنا بالكامل. من وراها كناخذوا السلوفان، ضروري ما نعملوه للشعر ديالنا في اي صبغه ولا في اي خلطه طبيعيه للشعر، فضروري ومؤكد اننا نستعملوا يعني السلوفان في هذه الوصفه هذه. ومني نستعملوه للشعر ديالنا ناخذ واحد الزيف رقيق وحتى هو نديروه فوق من السلوفان، وننتظروا واحد المده ديال 30 دقيقه 40 دقيقه 45 دقيقه. ومن بعد ما كتنتهي المده اللي بغينا كنوصلوا الشعر ديالنا بالماء وشامبو اكيد، وممكن نلجؤوا للبلسم كيف ما ممكن ما نلجؤوش ليه، على حسب كل سيده وشنو كتستعمل وشنو موالفه كتستعمل قبل. ومن بعد اكيد نزيتوا الشعر ديالنا بزيت السالميه ولا زيت حبه البركه اولا زيت الازير، حتى هو رائع جدا، فيه رائحه زوينه ومفيد جدا لعلاج الشيب مهما كانت الحده ديالو في الشعر.
فهادو هما المكونات البنات. هذه هي الوصفه ديال اليوم، كما لاحظتوا معايا سهله مهله بسيطه ورخيصه، واهم شيء انها في متناول الجميع، يعني كل السيدات ممكن يستعملوها. وبالنسبه لهاد الزيوت ضروري ومؤكد انهم يكونوا عند كل السيدات، خصوصا السيدات اللي كيعانوا من الشيب سواء المبكر او اللي كيكون ديجا يعني قديم في الشعر. بالنسبه لهاد الوصفه، الناس اللي غتقول لي شحال مره نبقاو نستعملوها في الاسبوع، فانا ضروري مؤكد اننا نستعملوها ثلاثه المرات ولا مرتين في الاسبوع، ويجب المداومه على اي وصفه طبيعيه وعلى اي صبغه او خلطه طبيعيه، سواء لعلاج الشيب او لا صبغات اللي كيخليو لنا الشعر ديالنا باللون البني او اللون الاشقر او اي لون اخر. فضروري مؤكد اننا نبقاو مداومين على اي وصفه طبيعيه كما سبق لي وذكرت، باش نحصلوا على نتائج افضل واحسن باذن الله. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم يا رب. ما تنسوناش بالبيك لايك، تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشكركم دوري على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.